يا هكاك يعني فكرت بانني صافي نحبس الكره إيه، تلقيت منادات من عند رئيس اللي تنشكر من هذا المنبر اللي هو جمال سنسي سلسل. كان معي انا داك في الاستاد المغربي فكرت نرجع لهم شويه الاعتبار يعني نحيي معهم الصغر ديالي الحمد لله انا جيت فرحان بانني باش نسالي الكره ديالي والمشوار ديالي في الصداد المغربي اللي بديت فيه أوك. نعم عسى نرجعوا للصغر ديالك والبدايات ديالك شكون اللي كان في ظهرك ولا شكون اللي كان معاك باش وصلتي حنا كنشوفوا كاع اللاعبين كيكون وراهم يا اما شي مدرب ولا اب ديالهم ولا شي حد اللي كيدعمهم باش كيوصلوا شكون اللي كان معاك يقدر آه يكون عرفوا سيتين لانه الحومة كان آه حمد اه بيان سور احمد تنقولوا ليه ولد بوشاري <applause> اللي هو حلاق <applause> آه شاف الموهبه ديالي ما كنت صغير وكنت نلعب مع دراري كبار مني فلهذا هو اللي شجعني بانني نسني مع فريق اللي هو أستاذ المغربي مه. ومن هذا المنبر عاوتاني تنشكرو حتى هو اللي كان حتى هو لي الفضل في البدايه ديالي في كرة القدم. جميل جميل كيكون شي حد واخا يكون بعيد ولكن غادي يلاحظ الموهبة آه. ديالك ويشجعك. كان مواهب كثيرة وعصام كان من بين الناس اللي كتكون في شي تورنوا والتورنوات كانت ما كاينش دونك خاصك رمضانيه رمضانيه في الباطيمات دونك عصام كان داك المخاطفه عليه عصام تلعب معنا عصام عصام راه كيخلي رجليه في التيران بحال اللي كيخليها زعما دابا ملي كيلعب بروفيسيونيل كيخليها تما ما كاينش تربات فينا من الصغر من هاد من هاد المباريات ديال الاحياء صراحه تعلمنا بزاف في الاحياء سهلونا المأمورية في صحيح ما كاين ما احسن من الحمر ياك جيتي من الاول تلبس الصباط وهادي ما بقاش كاين لا دوز ديالك واش كان الحلم ديالك حيت بزاف ديال الناس كيحلموا بان يكونوا كويريا ويديروا ولكن انت ولا ولا زعما ولات لا كارير ديالك واش هذا الحلم ديالك من صغرك كتقول يمكن لي ندير بالكره بقى ما تعيش طبيعه التحديات المصاعب لان كان عندي تعرفي الوالدين الله ما نقولش الله يذكرهم الله يرحمهم، <applause> لأن الصراحه كانت تي تي انسيستيو على القرايه، فبالنسبه لي انا القرايه شويه ما، صعيبه ما, ما, ما نقدرش نقادها مع الكره، لان الفتره اللي كنا لا اللي كانت كانت عندك لونترينمون تكون عندك مع 12، دونك ما عندكش الوقت، <applause> خديت قرار مع نفسي، حاولت نبعد من القرايه ونتاج الموهبه اللي كانت عندي الموهبه اللي خصني نكمل فيها.